بنكلم لكم شوية على عن دسمان وتوجهاتها الحديثة. طبعا يعتبر السكري مرض رئيسي في العالم، وتعتبر الكويت من للأسف من أوائل الدول في الخليج في هذا المرض خاصة. لذلك الإدارة الحكيمة والحكومة الرشيدة في الكويت قررت إنشاء معهد دسمان لجعل الأبحاث الطريقة، وهي الطريقة الوحيدة طبعا للاستفادة أو معرفة أسباب المرض. القيادة الجديدة في دسمان وبقيادة طبعا الأستاذ الدكتور قيس الدويري قررت أن تتجه الأبحاث بمنحنى مختلف عن باقي الدول، ويقيم من قبل لجنة عالمية متخصصين في علم السكري والأمراض السكرية. الاتجاه الأول هو معرفة الأسباب الرئيسية لمرض السكر والأسباب الخلوية لمرض السكر. الشيء الثاني، الاتجاه الثاني هي خلق معلوماتية جديدة للسكان في الكويت مع مشاركة من وزارة الصحة، وهي هذا شيء مهم جدا لنا. التوجه الثالث والمهم جدا هو الدراسة الجينية للشعب الكويتي، لأن كثير من الأمراض وخاصة مرض السكري ومضاعفاته طبعا أسبابه جينية. المحور الرابع هو أخذ هذه الاكتشافات والابتكارات وتوظيفها في علاج الأمراض في الوزارة وفي الصحة. مركز الأبحاث في دسمان الآن أصبح له سمعته وصيته على مستوى الخليج، وأصبح مختبر مرجعي من أكثر من سنتين. واحد من المحاور الرئيسية في الأبحاث في معهد دسمان هو التعرف على المسببات المرضية لسبب السكري ومضاعفاته والسمنة، وهي منتشرة بشكل عالي في الكويت ومصدر قلق للجميع والمجتمع الكويتي. التعرف على المختلفات والمتغيرات على مستوى الجينات والبروتينات في الجسم اللي بنسميه بايو ماركرز، هذا بيساعدنا على استخدامها مستقبليا في العلاج في الاتجاهات العلاجية لعلاج السكر والسمنة.